كلية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة في بني سويف. عايز تعرف أكتر؟ يبقى نروح نشوف. جامعة يمكن أول الجامعات اللي أنشأت وحدة لذوي الإعاقة، وحدة خدمية، ودي حاجة مهمة جدا للطلاب ذوي الهمم اللي موجودين وبيدرسوا في الجامعة في الأندر أو البوست. بتقدم لهم دعم معنوي وبتقدم لهم دعم تكافلي في كل الاتجاهات، وبتهتم بيهم وتراعي مصالحهم أثناء الدراسة. وأصدرنا تعليمات أي منشأ جديد ينشأ في جامعة بن سويف يبقى ماشي مع كود الإعاقة ويحترم كل المواصفات اللي تخدم ذوي الإعاقة. كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة أو الكلية على مستوى الشرق الأوسط فيها العديد من الأقسام تم استحداثها برعاية وعناية معالي الوزير الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بن سويف. كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بها 7 أقسام: قسم اضطرابات اللغة والتخاطب. قسم اضطرابات اللغة والتخاطب بيهتم بتأهيل وتشخيص اضطرابات النطق والكلام والصوت واللغة سواء للعاديين أو ذوي الإعاقات المختلفة. قسم الإعاقة العقلية بكل بساطة هو أهم، يعتبر من أهم الأقسام، علشان خاطر هو المسؤول عن كل حاجة في العقل. العقل لو اتأخر فكل حاجة في الجسم هتتأخر، نطق وحركة واستيعاب وكل حاجة. فبصراحة أنا بالنسبة لي اخترته عشان هو يعني هو المسؤول عن العقل. لو العقل اتأخر فأنا هقدر أتحكم في كل حاجة بعد كده، لو أنا بعد كده أهلته أو نميته هقدر أنمي أي حاجة بعد كده إن شاء الله. يعني يكون صعوبات التعلم بيهدف إلى خريج إعداد أخصائي ومعلم للتعامل مع الأطفال ذوي صعوبات التعلم، سواء كان في مدارس التربية والتعليم، سواء كان في مدارس الدمج، سواء كان في المراكز المتخصصة. وبيلاقي كتير شكوى من أولياء الأمور بأن ابنهم بيبقى كويس جدا جدا، ولكن في التحصيل الدراسي مستواه منخفض أقل من أقرانه. الولد نسبة ذكائه بتبقى مميزة جدا وقدراته كويسة جدا، لكن في الواقع عما نيجي نشوف مستوى التحصيل بتاعه بيكون أقل من أقرانه. وده في دي يرجع لأهمية القسم طبعا وأهدافه. يعني قسم التخاطب بيخدم جميع الأقسام، لأن هو كلما زادت الإعاقة شدة الإعاقة كلما زاد اضطرابات اللغة والتخاطب عند الطفل. بيخدم جميع الشعب، بيخدم جميع الإعاقات، مثلا زي الإعاقة السمعية لو هو عنده طفل زراعة قوقعة بياخد بعد أخصائي السمعي لما بيشتغل معاه. بعدين بناخد 6 شهور تأهيل على اللغة والكلام الطفل الدوي أو العقلي والتوحد. قسم التخاطب بيخدم جميع الإعاقات علشان خاطر هو الأساس بتاع اللغة. قسم التوحد الطالب بيبدأ يتخصص فيه من أول الفرقة التانية، وبيبدأ الطالب يدرس مجموعة من المقررات في عدة مجالات متعلقة بالتوحد زي التكامل الحسي أو العلاج الوظيفي أو التكنولوجيا. وفي ضوءها القسم بيحاول يكون على استعداد ان هو يعد الخريج ده ليكون مؤهل للتعامل مع فئة اضطراب التوحد في ضوء عدة المجالات اللي احنا ذكرناها، بالإضافة كمان لتأهيله على قدرته على تشخيص اضطراب التوحد في ضوء المقاييس المعدة من قبل الجهات المعنية بهذا الأمر. احنا طبعا بندرس في القسم جميع طرق التشخيص اللي بنشخص بيها المواهب واللي بنعرف نكتشفها، سواء كان باستخدام مقاييس متنوعة. كمان بندرس ازاي نعرف ان احنا نوفر لهم كافة السبل والطرق ان احنا نقدر ننميهم ونظهر موهبتهم للعالم. في جملة دايما بقولها: لتشرق شمس مواهبنا إلى العالم ولنخبرهم بأننا موجودون.